هل في موجة حارة؟ بالفعل، يمكن احنا خلال هذه الايام الاول قيم درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الصيفيه المعتاده للوقت ده من السنه، عظمى على القاهره الكبرى بنسجل 35 درجه مئويه خلال فتره النهار، لكن طبعا وجود نسب رطوبه في الجو بيخلينا نحس ان هي اعلى من ال 35، لو تكون 37 او 38 درجه مئويه، لكن بيكون عندنا سحب منخفضه متوسطه فتره الصباح الباكر بتساعد ان تحجب جزء من اشعه الشمس فبتلطف الاجواء. بنيجي بس على فترات الظهيره مع تلاشي هذه السحب بنحس ان الجو لسه فيه ارتفاع في قيم درجات الحراره، وده طبيعي مع وجود اشعه الشمس. هنيجي كمان مع فترات الليل والغياب التام لاشعه الشمس، اكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن كمان هيكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه كمان هنحس بيه اكتر في الاماكن وهتكون المفتوحه او محملة بالأتربة فعلا؟ في المحافظات الشماليه، غير محمله باي اتربه ورمال مطره، فقط تخليني احس بنسب رطوبه اقل، فتساعد ان انا احس بنسمات الهواء اللطيفه ده فترات الليل. في الاماكن الجنوبيه في شمال وجنوب الصعيد الرياح دي هتكون محمله بالاتربه والرمال المطره، طب لكن مع يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله تبدا دكتورة منار، قبل ما نوصل للأربع، معنى كده إنه بالنسبة للناس اللي في مرسى مطروح والساحل الشمالي واسكندرية إن الموج هيبقى ارتفاعه كبير؟ هو بالفعل يمكن وفقا لتحذيرات الهيئه العامه للارصاد الجويه في ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط وخاصه الشواطئ الغربيه، لان سرعات الرياح في الشواطئ الغربيه من 30 ل 40 كيلو متر على الساعه، وارتفاع الموج من 1.5 ل 2 متر. ارتفاع الموج ده مش مناسب للمستقيم على الشاطئ او اعمال التنزه او اعمال السباحه، هو البحر مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن اعمال السباحه وان احنا نستمتع بالاجواء على الشط لازم ناخد بالنا وحذرنا، لان ده غير مناسب للاشخاص ان هم ينزلوا البحر، وخاصه في شواطئ مطروح، شواطئ العالمين، شواطئ الاسكندريه. لكن ده كان البحر موجود معانا المتوسط. امس في البحر المتوسط في المنطقه الغربيه كمان. طب الموجه دي هتستمر قد ايه يا دكتوره منار؟ طيب ارتفاع الامواج هيكون معانا النهارده، يعني الاخر النهارده ان شاء الله، ومن بكره الثلاث تبدا تقل سرعات الرياح، فهتهدا ارتفاع الامواج ويقل ارتفاع الموج، والبحر يكون مناسب لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. لكن زي ما قلنا تاني نرجع ليوم الاربع، من يوم الاربع اللي جاي تبدا مصادر الكتل الهوائيه تاثر علينا، تكون كتل هوائيه شديده في الحراره بشكل كبير، مرتفع جوي في طبقات الجو العليا كمان هيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فيزود احساس النسب الرطوبه عشان نحس بارتفاع في قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لثلاث درجات عن الايام. يعني احنا متوقع يوم الاربع اللي جاي ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى في الظل هتكون 38 درجه مئويه، اكيد محسوسه توصل ل 40 او 41 درجه مئويه، والارتفاع ده هيبدا من الاربع ويستمر معانا حتى بدايات الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. انت عارفه يا عبيده، انت غلطانه انك سالتي دكتوره منار احنا في موجه حاره، احنا خلاص بقينا عايشين في الموجه الحاره، يعني بتخلص واحده تبتدي يعني عايزه اقول لحضرتك دكتوره منار احنا زي ما بنقول كده تلمنا يعني. ايوه مش كده؟ بالفعل ان احنا رغم ان هي درجات الحراره دلوقتي منخفضه، لكن هي تعتبر اعلى من المعدل نسب الرطوبه، مخلينا نحس ان احنا في موجه حاره مستمره معانا دايما. فعلا زي ما رشا قالت احنا ما بنلحقش نقول في انخفاض طفيف ان الجو لطف شويه، انخفاض ايه لما الرطوبه عاليه بدأ يعني على طول. ما فيش يعني خلاص انت بقيتي في حاله تلامه يعني، عارفه اللي هو صح. جلدتي بقى على الموضوع ده. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، بنشكرك. شكرا يا دكتوره منار. جزيلا.